اتفضل يا استاذ انا عبد عايز اسال الشيخ بس على كم حاجه كده. اتفضل. اهلا وسهلا. اتفضل سيدنا الشيخ. يا مرحبا. انا عندي ولدين متجوزين ومخلفين، وعندي بنتي الكبيره بتاعتهم، وزوجتي توفت 25 رمضان الله يرحمها، جالها كورونا، كنت انا محجوز في المستشفى وهي محجوزه، انا خرجت وهي ما خرجتش. الله يرحمها. الحمد لله. جواز كم سنه يا عم الحاج؟ الله يعطيك. زوجتي كانت لابسه دهب، انا طبعا قعدت فتره حاجر في البيت كده، قالوا لي ان هي موصيه ان الذهب لبنتي. سالت الولدين انتوا راضيين يا ولاد ان اختك تاخد الذهب؟ قالوا اه. الحمد لله هي خدت الذهب، وانا بناء على كلام ولادي مفيش مانع، يعني انا مش عايز حاجه. المهم دلوقتي الولدين كانوا مختلفين مع بعض قوي وهي عايشه، اما مات مع بعض وهم اللي قاموا كل حاجه، وانا كنت هنا في حاجر في البيت، لا حول لك ولا قوه، ولا شفتها ولا دفنت ولا اي حاجه. هم اللي قاموا بكل حاجه. فدلوقتي اعمل ايه؟ يعني اعمل ايه؟ أنا عشان انا كنت شديد قوي عليها، شديد شديد قوي، عايز حاجه ربنا يسامح لي، عايز اترحم عليها. كام سنه جواز يا عم؟ بقرب المصحف، بقرب المصحف بتاعها كل يوم. ايه؟ كم بقرا الفتحة كل يوم عشان ارضيها وتسامحني. كم سنة جواز يا عم الحاج؟ حاج عطية. نعم. متجوزين كم سنة؟ 44 سنة. 44 سنة جواز. يا حاج عطية متحملتك؟ يا حاج عطية، أنت كنت شديد طول ال 44 سنة ولا شديد إزاي؟ نعم. كنت شديد عليها طول ال 44 سنة؟ لا يعني بعض أوقات يعني. انا كنت ظابط في الجيش، وطبع الجيش يعني زيد شويه يعني. وكانت بتحملني، وكانت بتخاف عليا من الهواء الطاير. يا روح سلام. وقلت اخطات في حقها، اخطات في حقها. طب عايز تقول لها ايه يا عم الحاج يا عطيه؟ يا عم عطيه يعني سامحيني وبص ايدها ورجليها عشان تسامحني. اعتبرها سامحتك. طب سامحتك. انا بدي اسامحك بس مش قادر انسى. هو بيعذب نفسه. طب انت عايز تقول لها ايه يا عم الحاج لعلها سمعانا؟ يعني عايز تقول ايه؟ تقول لها ايه؟ نعم. عايز تقول لها ايه؟ رسالتك ليها ايه؟ تقول لها ايه؟ انا عايزها تسامحني. سامحني بس، وانا قاعد في الشقه تحت لوحدي وبنتي قاعده فوق بتعمل الاكل وتنزل. انت كم سنه يا عم عطيه دلوقتي؟ ها انا 70. ما شاء الله ما شاء الله. وهي ميتة عندها 65. يعني انت بتشهد لها انك زوجة صالحة؟ اه الحمد لله. بتشهد لها انها جوزة، انها زوجة صابرة. اه صابرة ومستحملة، وكنا عايشين في البداية يعني عيشة قلبها ربنا، وربنا فتح علينا وبينا كويسين. بس يعني بحاول انا اخفف. شوف الجمال. يعني مش عارف اعمل ايه. حاضر. عايزة تسامحني. أنا يا عم عطية أنا بحييك الأول إن أنت زوج محترم وزوج أصيل وزوج وافي، وإن كان حصل بعض الأشياء الخطأ منك غصب عنك، فإن شاء الله هي تسامحك، لأن هي أهل العفو والصفح، وأنت عايز تكمل جميلك معاها أكثر لها من الصدقات والدعاء، الصدقات الجارية والدعاء والاستغفار والصيام، تقدر تعمل لها عمرة، تعمل لها حج، وإكرم ولادها. إيه إيه قول كده. إكرم ولادها. بتقول إيه يا عم عطية؟ هي فطرت كم يوم في رمضان، حسبتهم وطلعت لها مكانهم في الموضوع. تمام تمام تمام. عشان كانها صامت رمضان يعني. اعمل لها صدقه تانية حلوه بقى. من صيام رمضان كله. أيوة بالكامل. طبعا. لها فلوس طلعتها برضه. طبعا. اعمل لها صدقه جاريه يا عم عطيه. نعم. اعمل لها صدقه جاريه كويسه. سامع معلش. اعمل لها صدقه جاريه كويسه. ان شاء الله ناويين ناوي، بس احنا حاليا دلوقتي ما عندناش تراب هنا قريبه في البلد احنا فيها، ترابنا بعيد، فبنحاول انا واولادي كده ندور على تربه لينا. طيب ربنا يسهل، اذا ما وصلت شيء هنعمل لها صدقه جاريه ان شاء الله. ايوه بالظبط. ان شاء الله متحرك ان شاء الله ربنا يكرمك بفلوسها هي يعني. وانا بشكرك انت بتعترف وبتقول ان انا كنت اتصلت بينا لانه دي رساله. اه دي منك لكل زوج رساله. هي قيمه الحياه ايه؟ ما الحياه خلصت اهي. خلصت وندمانه. وبعد ما خلصت بص على العياط، كام بص تقليب الضمير. ايه ده؟ وراجل كام سنه يا فندم؟ 70 سنه. وراجل يعني وراجل عاقل. شوف يا جماعه، اوعى تيجي على مراتك. ايه لازمته بقى؟ اوعى تيجي على زوجتك. العمر يعدي في شد وجذب. ومراتك لما تتحملك مضيقة. اما تتحملك مراتك وتصبر، اعرف ان عند ربنا ما بيضيعش الحقوق بتاعت العباد، عند ربنا كتيره قوي. ولما مراتك تتحملك مره ما تسوقش فيها،
ولما تتحملك تاني مرة ما تستهبلش عليها، ده مش من ضعف منها، دي عشان بنت أصول ومتربية. فاتقوا الله، سيدنا النبي قال اتقوا الله في النساء، استوصوا بالنساء خيرا، أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة، واللي ما ترضاهوش لبنتك ما ترضاهوش لبنات الناس ولا لأختك، فاتقي ربنا. فيا عم عطية أنا بشكرك، أنت زوج وفي وزوج محترم، حتى لو أخطأت إن شاء الله ندمك ده عند ربنا له يعني له حساب، وإن شاء الله صدقات جارية ودعوات، واكرم ولادها عشان بإكرامك لأولادها وبنتها خاصة هو إكرام لها في قبرها.